فاز رائد القبة على ضيفه وداد بوفاريك بهدف دون رد سجله اللاعب بوحجة. التغطية كانت لمحمد قريشي. الحق صح وسؤال وجه، فوز مهم جدا الحمد لله. نشكروا اللاعبين اللي داروا كل المجهود تاعهم بعد الفوز اللي درناه في غيليزا، نتيجه ايجابيه. جينا لهنا بالحداد باش نستمروا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نضربوا نداء من السلطات المحليه، والامر تاعنا معروف للسلطات المحليه لان كان عندنا احنا امر تاع الكيتيس ومازال ما مدوناش باش يقدمونا الاعانات الماليه من طرف السلطات المحليه. الحق هذه فوز تاع الاراده، الإرادة تاع اللاعبين ما تخبالكش. هاد السمانة تخدمنا في ظروف صعبة بزاف، كان عندنا أكثر من 8 لاعبين بليسين، لعبنا اللاعبين كاع بالرديف، وعطينا لهم نصيحة للشبان تاعنا الرديف. لعبنا اليوم لعبوا تيتيلا الرديف 9 لاعبين. اليوم رايح خبر كنتم بحاجة ماسة لهذا الفوز؟ بيان سير خو، بالنظر للوضعية ديالنا في مؤخر الترتيب الحمد لله يا خو، أكدنا الفوز اللي جبناه مغيليزن، وان شاء الله نكملوا في هذه لا ديناميك تاع لي فيكتوار ان شاء الله. الحمد لله يا خو، عندنا جروب جان يا خو، كاين جان كاين كلكو كادر كيما الكابيتان يحيى شريف، انا نتبعوا فيهم، نتبعوا لي كونسي تاعهم، والستاف الجديد اللي جا معنا خدم معنا هذه السمانه الحمد لله يا خو، ان شاء الله نكملوا هكذا ونسلكوا ليكيب. وين تلاقينا يعني في بدايه الشوط الاول يعني اللاعب اللي دفعنا به باش يعني يساعد الفريق، وين دا بطاقه حمراء مجانيه، دا بطاقه حمراء ويستاهل هذا اللاعب. نظن يعني اللاعب الجزائري خاصه هذاك النضج التكتيكي والنضج النضج يعني لازم يعرف على واش راه يلعب، الالوان اللي يلعبها، ويدي المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه. حاولنا من بعد صنعنا اللعب، ولكن ما نستاهلوش باش نشدوا يعني حتى نتائج تاع ما نستاهلوش، من الحق ما نسحقوهاش.